مشاهدينا الكرام، اسعد الله مساكم جميعا بكل خير. نتواصل ونجدد اللقاء من جديد من أرضية هذا الميدان في مساء يوم السيوف، في مساء يوم ايضا تصفق الكفوف لمن ينال شرف الناموس. انطلاقة موفقة، انطلاقة سليمة بإذن الله تعالى. شوطنا الرابع للزمول المهجنات الأصايل من شوط الانتاج والجائز البندق الفضي، بالإضافة إلى المليون درهم، بالإضافة إلى رنج روفر فوق. تمنياتنا بالتوفيق والنجاح لجميع المشاركين. نذهب مباشرة إلى مقدمة الشوط وإلى المركز الأول لكي نتعرف على الصدارة. صريح من يصرح هنا في مقدمة الشوط ومع البداية، ومن يقدمه راشد بن سعيد بن منانة يقدم لنا صريح مع بداية المقدمة. انتقل مباشرة إلى مشرف من يحتل المركز الثاني لصالح بن سالم بن علي المري، من يقدم لنا مشرف. وفي يوم التشريف الكل هنا يقدم ما لديه. المركز الثالث اللي وصل هنا وتقدم الحاصل سعيد بن حمد بن سعيد القربوع المري، من يقدم لنا الحاصل مع المركز الثالث. انتقل مباشرة إلى المركز الرابع وارى المتحد، تعود الملكية لمحمد بن راشد بن محمد بن سعيد بن فريو المنصوري، من يقدم لنا هذا الاسم المتحد من ياتي مع المركز الرابع. خامس المراكز الوصل لشوان محمد بن احمد بن هويمل العامري، من يقدم لنا شوان. هكذا النتيجة، هكذا المسار، هكذا المراكز المتقدمة. البندق هنا الفضي في الانتظار، بالاضافة الى مليون درهم، بالاضافة الى رنج روفر فوق لمن سعيد الحظ هنا في مساء هذا. هنا يتقدم وينطلق مع مقدمة الشوط الحاصل مع البداية، الحاصل مع الصدارة مع مقدمة الشوط. تعود الملكية لسعيد بن حمد بن سعيد القربوع المري، من يقدم لنا الحاصل وهو هنا في مقدمة الشوط. مسيطر مع البداية، مسيطر مع الصدارة، مع المسار الأول، الانطلاق الأول الحاصل. المركز الثاني صريح راشد بن سعيد بن منانه الكتبي، من يقدم لنا صريح مع المركز الثاني. المركز الثالث مشرف، مشرف يتقدم. تعود الملكية لصالح بن سالم بن علي هنا الغوز المري، يقدم لنا هذا الاسم. والمسار يقدم مشرف من الجانب الآخر، يتقدم مباشرة هنا ويغير مباشرة مع المركز الثالث. يأتي في هذه اللحظات ينطلق اللي هو هنا يتقدم المتحد. يا سلام، تعود الملكية لمحمد بن راشد بن محمد بن سعيد بن فريو المنصوري، يقدم هذا الاسم. ولكن الوصول الجديد، يا سلام، هنا الرامي، الرامي سالم بن إبراهيم بن سالم المزروعي، غير مباشرة إلى المركز الثاني بالكور. من يقدم هذا الاسم للرامي؟ يبي يرمي بالبندق الفضي في الانتظار. يا ترى من سعيد الحظ هنا من المشاركين؟ ما بين هؤلاء الزمول المهجنات، ما بين هؤلاء الفطاحة للكبار المشاركين في شوط البندق، في شوط المليون، في شوط رينج روفر فوق. المركز الخامس ياتي هنا الحاصل وصريح راشد بن سعيد بن منانة، ولكن اللي وصل، وصل شاهين، غير مباشرة إلى المركز الثالث. تعود الملكية لمبارك بن راشد بن علي شامسي ماي بن عرطاري، غير مباشرة إلى المركز الثالث. نعود للبداية، نعود إلى مقدمة الشوط، إلى المركز الأول، إلى المسار الأول. مشرف، مشرف ومساء التشريف في هذا اليوم يا مشرف. تعود الملكية لصالح بن سالم بن علي الغوز المري، يقدم هذا الاسم مع مقدمة الشوط ومع المركز الأول. إذن هنا المسار الأول الحاصل، الحاصل يا سلام مع البداية، الحاصل مع المقدمة. تعود ملكية الحاصل يبي يحصل هنا في هذا الشوط مع الرمز. تعود الملكية لسعيد بن حمد بن سعيد القربوع المري، من يقدم الحاصل مع مقدمة الشوط ومع المركز الأول. المركز الثاني ياتي الرامي سالم بن إبراهيم بن سالم بالكور المزروعي، من يقدم لنا هنا الرامي مع المركز الثاني. المركز الثالث وصول جديد بدوم هنا المختبر، وصل ملك الانتاج، وصل بن
بن ذيبان، وصل بن حلوس، وصلوا هالي مصانع الجنوب. يا سلام عبيد بن حلوس بن ذيبان العامري يغير مباشرة إلى المركز الثاني، المركز الثالث ياتي الرامي سالم بن إبراهيم بن سالم بالكور المزروعي، المركز الرابع ينطلق اللي هو شاهين مبارك بن راشد بن علي شامسي، هنا وصول جديد. مع المركز الخامس ينطلق مشاهدين الكرام يتقدم بهذا المسار المتحد محمد بن راشد بن محمد، ولكن من الجانب الآخر صريح راشد بن سعيد بن منانة، نصل إلى انتصاف المسافة الأربعة كيلومتر. هن الفيصل عن البندق، هن الفيصل عن المليون، هن الفيصل عن رنج روفر فوق. يا ترى هنا من الفائز من المنتصر، الكل فائز في هذا المهرجان، الكل فائز في هذا الختامي، مهرجان عاصمة الميادين ميدان الوهبة. نعود للبداية، نعود إلى مقدمة الشوط، إلى المركز الأول مسيطر الحاصل، الحاصل مع مقدمة الشوط. تعود الملكية لسعيد بن حمد بن سعيد الجربوعي المري. يا سلام يا الحاصل، يبي يحصل على الناموس، يبي يحصل على البندق الفضي في الانتظار يا الحاصل. ومن يقدم لنا؟ سعيد بن حمد بن سعيد الجربوعي المري. المركز الثاني المختبر عبيد بن حلوس بن ذيبان العامري، أهالي المصانع الجنوب، أهالي لوقان يا سلام قادمين بكل قوة من أجل الحصول على البندق الفضي، من أجل الحصول على النقطة الذهبية في هذا المساء. المركز الثالث الوصول الجديد، هنا نشوان محمد بن أحمد بن هويمل العامري، وصلوا هالي العين، وصلوا هالي زاهر، يتقدمون في هذا الشوط. القدوم هنا والوصول من الفعال خالد بن ربيع بن عبد الله الرزق العجمي. من يقدم لنا الفعال؟ مع المركز الرابع، المركز الخامس الرامي سالم بن إبراهيم بن سالم بالكور المزروعي. نعود للبداية، وصلنا إلى جسر العبور 3 كيلومتر يا أخوان. هنا الفيصل عن خط النهاية ومن ناموس هذا الشوط. يا سلام يا سلام، ما زال المسيطر هنا الحاصل مع مقدمة الشوط، مسيطر بكل قوة بكل جدارة. تعود الملكية لسعيد بن حمد بن سعيد القربوع المري مع مقدمة الشوط يا بن مية، مع الصدارة. شوط البندق، شوط المليون، شوط رنج روفر فوق لمن يا أخوان؟ الكل هنا يقدم ما لديه. ظبيان مع المركز الثاني والمختبر عبيد بن حلوس بن ذيبان العامري، كل ما نشوف الشعار نذكر ظبيان يا ملك الانتاج. مع المركز الثاني، المركز الثالث نشوان، نشوان محمد بن احمد بن هويمل العامري. المركز الرابع ينطلق الفعال خالد بن ربيع بن عبد الله الرزق العقمي. الكل بدأ ينطلق، 2 كيلو ونصف الكيلو. أذكركم بأنه الفيصل عن البندق. يا سلام لمن يترى الناموس، لمن الانتصار. يتقدم مشرف صالح بن سالم بن علي الغوز المري، وصل في هذه اللحظات. الكل بدأ ينطلق، هنا خمسة من الزمول المهجنات الأصايل في موقع واحد. يا سلام، البداية الأولى، المقدمة، الصدارة، الحاصل ما سلم المهمة، مسيطر الحاصل، منطلق بكل قوة، منطلق بكل جدارة. يسيطر هنا سعيد بن حمد بن سعيد القربوع المري في مقدمة الشوط، في مقدمة الشوط. البندق يا اخوان، روحوا الى الامام، انطلقوا الى الناموس. يا سلام، المركز الثاني المختبر عبيد بن حلوس بن ذيبان العامري. المركز الثالث ياتي نشوان محمد بن احمد بن هويمن العامري. الواصل هنا الفعال خالد بن ربيع بن عبد الله الرزق العقمي. يا سلام، تدخلت الاسامي، الكل بدأ ينطلق، الكل بدأ يتقدم، ولكن الحاصل هو المسيطر، هو المنطلق مع مقدمة الشوط. سعيد بن حمد بن سعيد القربوع المري مسيطر مع البداية، مسيطر مع البندق. لمن الناموس يا ترى؟ هنا مشاهدينا الكرام وصلنا الزمول المنعطف الأخير. الكل بدأ ينطلق، الكل بدأ يتقدم. يا سلام يا بن هويمن، الكيلو ونصف الكيلو. نشوان لمحمد بن احمد بن هويمن العامري. هناك ايضا الفعال خالد بن ربيع بن عبد الله الرزق العقمي. الواصل هنا والمنطلق امشر الصالح بن سالم بن علي الغوض المري. يا سلام، ما يبنى للطاري، من اللي وصل العاصوف وهب العاصوف مع بن حاذه راشد بن سالم بن مطر بن حاذه الاكتفي. بان البندق بان يا اخوان،
بون المنصة، بون الزعفران، بون رينج روفر فوق، بون المليون، انطلقوا إلى الأمام، انطلقوا إلى الناموس، يا سلام يا الحاصل، ما شاء الله تبارك الله، ما سلم الصدارة، مسيطر هنا مع المسار الأول، القربوع المري سعيد، بن حمد بن سعيد، القربوع المري، هنا مشاهدي الكرام، الحاصل هو من يحصل على البندق، ما زال مسيطر، الحاصل هو من يحصل مع المليون، ما زال مسيطر، ولكن بن هويم، بن هويم نشوان راعي الانجاز، يا سلام يا سلام يا نشوان، بن هويمل بن هويمل يقدم للنشوان، اهالي زاخر اهالي العين ينتظرون السلام، يا بن هويمل روح انطلق الى الناموس، من يقدمه هنا محمد بن احمد بن هويمل العامري، نشوان زاخر، الفوز زاخر، الفوز العين، هنا مشاهدي الكرام البندق الفضي مع اهالي العين مع اهل زاخر، الرنج روفر فوق مع بن هويمل المليون، يا سلام يا نشوان، وليس بمستغرب على الانتاج، هنا نشوان ولكن دير البال من الحاصل، الحاصل نشوان نشوان نشوان، سيطر من هويمل، انطلق الى الناموس، سلام الامارات سلام، سلام زاخر سلام، سلام العين سلام، سلام عائلة بن هويمل كافة، سعد الله مساك ابو حمد، محمد بن حمد بن هويمل العامري يغادر هنا، يغادر مع البندق، يغادر مع المليون، يغادر مع رينج روفر فوق، سلام بن هويمل، اسعد الله مساك لحظة الوصول وسلام محمية الفقع بالفعل، تهانينا والناموس لمحمد بن احمد بن هويمن العامري على الفوز والانتصار مع البندق الفضي مع رينج روفر فوق مع المليون، اسعد الله مساك بن هويمن. المركز الثاني الحاصل سعيد بن حمد بن سعيد القربوع المري، المركز الثالث، المركز الثالث وصل الفعال خالد بن ربيع بن عبد الرزق العقمي، المركز رابع المراكز الباز تركي بن سعيد بن تركي البحيح المري، خامس المراكز كان من نصيب مودع لمحمد بن حمود بن رويض العديني. هكذا النتيجة مشاهدينا الكرام، نذهب مباشرة مع التوقيت الزمني وأثناء وصول نشوان مهدي أهالي العين مهدي أهالي زاكر هذا الفوز والانتصار محمد بن أحمد بن هويمل العامري، تهانينا والناموس لعلى هذا الفوز والانتصار، ننتظر التوقيت الزمني 13 دقيقة 5 ثواني وجزئين من الثاني، تهانينا والناموس لمالك مشاهدينا الكرام نشوان محمد بن أحمد بن هويمل العامري على هذا الفوز والانتصار. ثاني المراكز مشاهدينا الكرام كان من نصيب الحاصل لسعيد بن حمد بن سعيد القربوع المري، قطع المسافة في زمن وقدره 13 دقيقة 7 ثواني وجزئين من الثاني، تهانينا والناموس. ثالث المراكز كان من نصيب الفعال خالد بن ربيع بن عبد الله رزق العقمي، وقطع المسافة في زمن وقدره 13 دقيقة، ننتظر التوقيت الزمني للفعال أثناء وصوله إلى خط النهاية، قاطع المسافة في زمن وقدره مشاهدينا الكرام 13 دقيقة 7 ثواني 9 من الأجزاء. هكذا كانت النتيجة مشاهدينا.